اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تواصل جهودها لوقف الحرب في غزة، حيث توجهت اليوم إلى روسيا. اجتمعت مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وذلك بعد يوم من زيارتها للصين ضمن سياق هذه الجهود. بالتزامن مع ذلك، عقدت دول مجموعة بريكس قمة افتراضية بمشاركة واسعة بحثت الحرب في غزة وسبل إيقافها، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك حاجة لحل دائم مبني على مبدأ حل الدولتين وفق القرارات الشرعية. كما ودعا بوتين إلى وقف إطلاق النار وعدم اتساع رقعة الصراع. كما أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال مشاركته في القمة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية. من جهته، طالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببدء عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية، رافضا أي محاولة لتهجير قسري للفلسطينيين. السؤال هو، ما الضغط الذي تمثله هذه الجهود على تل أبيب أولا وواشنطن ثانيا؟ ما الخطوات المقبلة المتوقعة سواء من المجموعة العربية الإسلامية أو مجموعة بريكس؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفنا من القاهرة مستشار مركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد جاد، من موسكو الكاتب والباحث السياسي إفغيني سيدروف، ومن واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقا ديفيد شينكر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عماد، يعني أولا، ما النتائج المحتملة لهذه التحركات العربية والغربية؟ يعني ما المتوقع منها؟ ما حجم التأثير على إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا التعنت والدعم المطلق من واشنطن لتل أبيب؟ يعني خليني آخذ آخر جملة من حضرتك، وهي الدعم المطلق من واشنطن لتل أبيب. لذلك كنت أتمنى أن تبدأ اللجنة الوزارية أو المجموعة الوزارية بزيارة واشنطن للقاء مع أركان الإدارة الأمريكية. السياسة الواقعية تقول لنا أن الطرف الوحيد على الكوكب الذي يمكنه أن يوقف هذا العدوان هو الولايات المتحدة الأمريكية، هي الإدارة الأمريكية. واشنطن لا، تل أبيب لا تقيم وزنا إلا لواشنطن، ولا تنظر إلى طبيعة الضوء القادم إلا من واشنطن. موسكو وبكين كليهما يعني تدعمان الحقوق الفلسطينية، تستخدمان الفيتو لمصلحة القضية الفلسطينية باستمرار، وبالتالي الزيارة هي تحصيل حاصل. صحيح مهم أن تضع العواصم الكبرى في العالم في ضوء ما يجري من عدوان ومن تدمير ومن معاناة، لكن إذا كنا نتحدث عن وقف هذا العدوان فلا بد أن تكون الوجهة واشنطن، حبينا ذلك أو كرهناه. الإدارة الأمريكية هي التي تملك القدرة على أن تقول للجانب الإسرائيلي توقف فيتوقف، أو تدخل في ضغوط عليه. والتاريخ يعلمنا أن الإدارات الأمريكية المختلفة هي التي تضغط على إسرائيل وتجبرها على فعل ما لا تريد فعله. ولا ننسى أن كلينتون في الانتخابات الإسرائيلية عام 99 أرسل فريقه الانتخابي الذي قاد الحملة الانتخابية لكلينتون لكي يسقط نتنياهو وينجح باراك، ونجح في ذلك. ومن ثم بدأت مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو من عام 2000. نعم. بين عرفات وباراك وبرعاية كلينتون، وانتهت بالفشل. إذن علينا أن نكون واقعيين ونقول أن الزخم العربي والإسلامي الممثل في 57 دولة أو أكثر من 30% من دول العالم ينبغي أن يتوجه إلى واشنطن ويتحدث معها بلغة المصالح لا لغة العواطف ولا لغة الإنسانية، لأن السياسة لا تعرف عواطف ولا تعرف إنسانية بل تعرف لغة مصالح. وال 57 دولة طيب، مؤكد لديهم اعتبار أو لدى واشنطن اعتبار لهذه الدولة، ومن ثم كان ينبغي التوجه إلى واشنطن. أبدأ معك سيد سيدروف قبل أن أذهب إلى سيد شينكر للاقتراب من الموقف الأمريكي واحتمالات يعني النظر إلى لغة المصالح واعتبارات
هذه الدول والعلاقات معها. لكن سيد سيدروف، الكلمة الفصل لدى واشنطن، هذا ما قاله أيضا سيد عماد جاد، موسكو وبكين صحيح تدعمان القضية الفلسطينية دبلوماسيا لكن وتستخدم الفيتو، لكن الكلمة الفصل والتأثير الأساسي في هذه المسألة سيكون في البيت الأبيض. تحية لك ولسادة المشاهدين ولضيفيك الكريمين. أنا أعتقد بأنه من الأفضل أن نقسم هذا الموضوع إلى جزئين، أو التطورات الأخيرة في غزة. يعني هناك قضايا صعبة، هي هدنة إنسانية، وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، إطلاق سراح الأسرى، كل الأشياء هذه معروفة يعني تماما للجميع. ولكن على المدى البعيد والتسوية الشاملة تتطلب ليس جهود واشنطن وحدها، فهي غير قادرة على التوصل إلى هذه التسوية حتى إذا عملت بالتنسيق مع الدول الأخرى. وبالمناسبة مع أي دول يمكن أن تنسق واشنطن كل هذه الملفات المتعلقة بالتسوية الشاملة. لا أعتقد بأن التنسيق الآن ممكن بين واشنطن وموسكو، بين موسكو والاتحاد الأوروبي، بين روسيا والصين من جهة ودول الغربية من جهة أخرى. وبالتالي لابد من إيجاد آليات أخرى ربما بواسطتها سيتم التوصل إلى حل شامل طبعا على المدى المتوسط وربما البعيد. ومن هنا نأتي إلى فكرة أو مبادرة تقدم بها سيرجي لافروف. بالمناسبة هذه هي المبادرة، ليست المبادرة الأولى أو ليست البرة الأولى التي تتقدم فيها موسكو بمثل هذه المبادرة، وهي المزيد من مشاركة دول المنطقة أي دول الخليج والدول العربية الأخرى في آلية الرباعية الدولية. لأن الرباعية الشرق أوسطية منذ 2014 تقريبا لا تعمل شيء، لم تتحرك ولم تبدي أي مبادرة لأسباب معروفة، ومنها أولا وقبل أي شيء آخر تدهور غير مسبوق للعلاقات بين أهم الدولتين ضمن هذه المجموعة ألا وهما روسيا والولايات المتحدة. وبالتالي مشاركة الدول العربية دول المنطقة في هذه الآلية أو ربما من خلال أشكال أخرى أمر ضروري، وهذا ما تصر عليه روسيا بخلاف الولايات المتحدة التي ما زالت تحاول احتكار التسوية من خلال جهود الوساطة التي تبذلها. لكن هذه الإجراءات التي تريد أن تتخذها الولايات المتحدة هي نصفية، يعني لا يمكن أن تودي في نهاية المطاف إلى حل شامل للقضية الفلسطينية وحل وتسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. سنعود لهذه النقاط خاصة ما يتعلق بالتسوية الشاملة وجهود كل الدول. لكن سيد شينكر، يعني نقطة مهمة ذكرت من الضيفين، يعني دعلي أبدأ من ما قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. قالت الصحيفة إن دعم إدارة بايدن غير المشروط لإسرائيل يهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي وأيضا مصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط. وعنونت الصحيفة سؤال، قالت ما هي تكلفة دعم بايدن القوي لحرب إسرائيل في غزة؟ وهنا ربما أعيد صياغة السؤال، هل تكلفة الدعم المطلق هذه الفاتورة يعني أهم من مصالح الولايات المتحدة في العالم وفي هذه المنطقة الحيوية التي فيها الكثير من المصالح والحلفاء منطقة الشرق الأوسط؟ أعتقد أن هناك الكثير من التكاليف التي تتكبدها أمريكا بسبب ما تفعله، وكذلك هناك تكاليف سيتكبدها بايدن لأنه قد يخسر الانتخابات في 2024 بسبب هذا، لأن ولاية مثل ميشيغان والتي فيها الكثير من العرب وهناك كذلك عواصم عربية أصبحت تنتقد مباشرة ما تفعله إدارة بايدن، حتما هناك رغبة من إدارة بايدن لهزم جماعة مثل حماس، وهي تدرك أن إسرائيل لا يمكنها أن تتقبل العيش بجوار جماعة تريد القضاء على الدولة اليهودية. ولكن أيضا هناك دول مثل مصر
مصر التي قضت على فرع الإخوان المسلمين في ربيع العدوية، وكان هناك العديد من السجون التي وضع فيها الإخوان المسلمون. لذلك هناك إدراك هنا في واشنطن بأن هذا غير مقبول، وأن تلك الوحشية في 7 من أكتوبر لا يمكن قبولها. أرى أنه حتى إذا أردنا أن نكون ناظرين بإيجابية إلى هذه اللجنة الوزارية والإحراز لبعض التقدم على مسار حل الدولتين، لكن كان هناك أثمان وتكاليف ستتكبدها إدارة بايدن، ولكن بايدن حتى لو أنه فعل أشياء قد تضر بشعبيته، لكنه منتخب ل4 سنوات وبالتالي هو مسؤول عن سياستها. سيد جاد، أعود للنقطة التي ذكرها سيد شنكر، يعني لماذا تبدو واشنطن لا تكترث وتلتفت لهذا الحراك الإقليمي وأيضا الدولي؟ أنت تحدثت أن لغة المصالح أهم، لكن لغة المصالح لم تجعل واشنطن تلتفت لهذه النداءات الدولية وأيضا الإقليمية أمام دعمها المطلق لإسرائيل. ما جدوى الذهاب إلى واشنطن إذن؟ ما الذي يمكن أن يخرج به يعني هؤلاء الوزراء في حال توجهوا إلى البيت الأبيض مثلا؟ لا، يعني أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تمتنع عن الفعل، بمعنى أنه كما قال السيد شنكر، إذا كان الموضوع هو أن حماس، خليني أصدق هذا الأمر، لو أرينا ميثاق حماس أنها تريد القضاء على الدولة اليهودية طيب يا سيدي، ما عندك أنت سلطة وطنية لم تريد القضاء على إسرائيل وغيرت ميثاق منظمة التحرير ووقعت اتفاق أوسلو الذي تم تدميره لاحقا، وإذا كانت هناك رغبة في أن تعيش إسرائيل كدولة طبيعية في المنطقة يمكن التحرك، ومن منطلق لغة المصالح يمكن للدول العربية الفاعلة أن تتحرك تجاه واشنطن وتقول نعم نريد سلطة وطنية فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، لكن الذي يرفض هو الجانب الإسرائيلي الذي يقوم بالاستيطان والذي يقوم بالعدوان والذي يقوم بمحاولات تفريغ القطاع. يعني هذه ليست رؤية للتسوية السياسية بقدر ما هي رؤية لتصفية القضية. إذا كانت واشنطن تريد فعلا تسوية سياسية في المنطقة، تحافظ على مصالحها وتجعل منها شريكا استراتيجيا لدول المنطقة كمصر والإمارات والمملكة العربية السعودية وأيضا عديد من الدول الإسلامية، بتكلم على 57 دولة عقدت مؤتمر الرياض، في هذه الحالة يمكن طرح الأفكار من جانب واشنطن مفاوضات على أساس حل الدولتين. يعني بايدن تكلم على حل الدولتين، بلينكن تكلم على حل، تعالوا نحول حل الدولتين على مائدة المفاوضات. يعني يمكن استثمار هذه الوقفات التعبوية من أجل الدعوة لمفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين وتبعد حماس تماما عن مائدة المفاوضات وتبعدها عن حكم غزة. إذن يعني واشنطن تستثمر التوترات الموجودة، مؤكد حماس ليست هي الطرف الذي يرغب في تسوية سياسية والذي يرغب في العيش في سلام، لكن هناك شريك فلسطيني مستعد للعيش في سلام. صحيح يمكن ألا يكون بالشكل الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، يمكن أن يكون هناك إشراف دولي، يمكن أن يوضع القطاع لمرحلة معينة تحت إدارة دولية على أن تبدأ فورا مفاوضات تسوية سياسية لحل الدولتين وتجرى انتخابات لدى الفلسطينيين رموز كثيرة منها ملوان البرغوثي ومنها غيره الذي يمكن أن يقود السلطة الوطنية الفلسطينية ويقود مفاوضات، لأن مروان البرغوثي مؤمن تماما بالتسوية السياسية وبالتعايش السلمي. إذن أين واشنطن من هذا الأمر؟ واشنطن تتفرج، واشنطن تتفرج على الدماء النازفة وتمول إسرائيل، لكن عليها أن تتحرك تأخذ خطوات، وعلى الدول العربية أن تكون جادة في التحدث مع واشنطن بلغة المصلحة وما يمكن أن يترتب على ما يجري من تهديدات. كثيرة سيد سيدروف هي التحليلات الغربية وخاصة الأمريكية التي تحدثت أن يعني هذا الدعم لإسرائيل
سيؤثر وسيضر بمكانة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم للسنوات القادمة. هل تعتقد أن مثل ذلك سيجعل إدارة بايدن تكون أكثر مرونة مع هذه النداءات الدولية، مع هذه التحذيرات؟ وكيف يمكن أن يستغل الأمر من بكين وموسكو؟ بالنسبة لواشنطن، أعتقد بأن التطورات الأخيرة والاحتجاجات والغضب الشعبي العارم في العديد من عواصم العالم هو طبعا جعل الرئيس بايدن على الأقل يعني يظهر بمظهر أنه أحد دعاة السلام المتحمسين، ولكن في الحقيقة لا أعتقد بأن الدعم الشامل والواسع النطاق الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية لإسرائيل يمكن أن تغير موقف الكثير من البلدان وشعوب العالم، والأهم الشارع في كل يعني بلد على حدة أن يغير موقفها من الإدارة الأمريكية بوصفها غير قادرة أو عاجزة عن التوصل إلى تسوية شاملة. طبعا هناك جهود دولية تبذل، ولكن المجتمع الدولي الآن يعني يغيب عنه عنصر التجانس إن صح التعبير، وهناك تباعد شديد في المواقف من مختلف الملفات الدولية. مثلا الملف الأوكراني جعل الدول الغربية وموسكو في جهتين مختلفتين من المتاريس كما يقال، وبالتالي لا يمكن أن نتصور أن أي آلية دولية الآن قادرة على تحقيق أي اختراق في باتجاه التسوية لهذا الصراع. بالنسبة طبعا بالعودة إلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذ الآن، هي مرحلية، هي طبعا مهمة جدا، مثل إطلاق سراح الأسرى وإعلان هدى إنسانية وإلى آخره. يعني الأمور الإنسانية مهمة جدا في هذه المرحلة، ولكن لماذا لا يتساءل القادة الغربيون ماذا بعد؟ يعني بوريل، جوزيف بوريل، اعترف بضرورة حل الدولتين وقال إننا خلال 20 سنة تخاذلنا ولم نتحرك يعني باتجاه هذا الحل. نعم. ولكن كيف يمكن للشعوب المنطقة، لدول المنطقة أن تثق ببوريل وتكون على قناعة بأن هذه المرة ربما سيحقق أو سوف تحقق فيها الدبلوماسية الأوروبية بالإضافة طبعا إلى الولايات المتحدة أي اختراق في هذه التسوية؟ هذا الأمر مستحيل، ولابد طبعا من توحيد جهود المجتمع الدولي، لكن هذا الأمر الآن صعب جدا في ظل تأثير ملفات أخرى مثل أوكرانيا على سبيل المثال على هذا الموضوع. سيد شيكر، يعني نقاط عدة ذكروها يعني الدكتور جاد وأيضا سيد سيدروف، لعلي ألخصها بما عنونت يعني صحيفة واشنطن بوست نشرت مقال قالت إسرائيل تربح إن كانت تربح الحرب البرية لكنها تخسر معركة الرأي العام. يعني الصحيفة قالت إن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام الدولي، تفشل في صياغة خطة لما سيأتي بعد صمت المدافع. إلى أي درجة هذا الأمر يعيد حسابات إدارة بايدن، يجعلها أكثر مرونة ربما لإنهاء الحرب قبل الوقت الذي تفترضه تل أبيب لإنهائها؟ بطبيعة الحال الذي سيحدث بعد الحرب سيعتمد على ما يحدث خلال الحرب، وإذا خرجت حماس من هذه الحرب وهي ما تزال في غزة لن يكون هناك حل لقطاع غزة، لذلك الأمر سيكون منوطا بطريقة إنهاء هذه الحرب. وأرى أن واشنطن تتطلع لأن تقوم غزة بنبذ قيادة حماس والقول بأن حماس لا يمكنها الاستمرار في حكم غزة، وحينها سيكون هناك خيارات سواء عبر السلطة الفلسطينية التي يمكن أن تأتي لغزة، ورئيس الوزراء الفلسطيني كان متحمسا للفكرة وهو ربما لن يقوم بذلك بشكل مباشر بعد نهاية الحرب لأن حكومة إسرائيل قد
ترفض، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون هناك مرحلة انتقالية قد يشارك فيها بعض الأطراف العرب، وهذا سيعتمد على وضع حماس حينها، ثم الانتقال إلى سلطات فلسطينية. هذا ما تتطلع إليه الحكومة الأمريكية، وبعد ذلك يمكن أن نعود إلى النقاشات حول حل الدولتين. ونتذكر أن إسرائيل كانت قد انسحبت من غزة في 2005، وغزة لم تكن محتلة، وبعدما استولت حماس على السلطة كانت إسرائيل قد بنت جدارا، وكما فعلت مصر الشيء نفسه، وكان هناك إغراق لأنفاق كانت تستخدمها حماس. لذلك هناك إمكانية للتقدم، وذلك سيعتمد على مآل حماس بعد الحرب. وبالنسبة لاتفاقات أوسلو، كلما كان هناك أفق للسلام كانت حماس تستهدف وتهاجم إسرائيل، وهذا الذي أجهد كل زخم. سيد جاد، يعني هذا يدفعني لسؤالك، يعني كيف سيتعامل العالم إذن مع واشنطن التي يعني لم تستطع اتخاذ أي إجراء لوقف إراقة الدماء على الفور، ومن حدوث ربما صراع إقليمي موسع؟ كيف سيتعامل العالم مع واشنطن ذات التأثير وفكرة القطب الواحد، وكيف سيتعامل مع القضية الفلسطينية بعد انتهاء هذه الحرب؟ شوف، خليني أقول لحضرتك أنه ما حدث رغم مآسي ورغم ضحاياه ورغم الدم النازف إلا أنه أعاد إحياء القضية الفلسطينية. إذا كان جوزيف بوريل قال أنه 20 سنة ما عملوش حاجة، فالغرب بصفة عامة يتحمل المسؤولية عما جرى. وإذا كان السيد شينكر يتحدث عن أن غزة لم تكن محتلة لكن الضفة الغربية محتلة، غزة ليست دولة في حد ذاتها، غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 67، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كبرى، لأننا قدمنا كل أوراق التسوية بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وتم توقيع معاهدة سلام مصرية إسرائيلية بإشراف واشنطن وأردنية إسرائيلية بإشراف واشنطن، وكنا نأمل في أن يتم يعني حل جوهر القضية وهي القضية الفلسطينية. نتحدث عن الضفة وغزة أي 22% من مساحة فلسطين الجغرافية، في حين أن قرار التقسيم 181 لسنة 47 كان بيديها ضعف هذه المساحة اللي احتلت في حرب 48. فبالتالي أنا أتصور أن بايدن هو الخاسر الأكبر نتيجة هذه الأفعال، أن الإدارة الأمريكية باتت صورتها سلبية للغاية، والرأي العام العربي لدينا لا يفرق بين الإدارة وبين الشعب. نحن كسياسيين نستطيع أن نفرق بين الإدارة الأمريكية وبين الشعب الأمريكي، وبالتالي أتصور أن الحل الآن هو التوافق على يعني بعد أن تسكت المدافع، التوافق على إبعاد حماس عن السياسة في الجزء الخاص بالتسوية السياسية، وهناك توافق على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وبالتالي لن تكون هناك حماس، لن تكون هناك حركات مقاومة. المهم أن تقام الدولة الفلسطينية، وهذه هي مسؤولية الإدارة الأمريكية، وإذا لم يحدث ذلك سيكون له ثمن مرتفع للغاية على الجميع بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وستخسر مزيد من النفوذ لمصلحة روسيا ولمصلحة الصين، وربما لن تتغير صورة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها السند الأكبر لإسرائيل في العدوان على الأراضي الفلسطينية وعلى انتهاك القانون الدولي الإنساني وعلى قتل الأطفال وكل ذلك. نعم دكتور جاد، ستتحمله أخلاقيا الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أمام الإدارة الأمريكية فرصة نموذجية لأن تبدأ الآن تستغل الهدن الإنسانية من أجل الدعوة لمؤتمر دولي. وهذا يدفعني لمقاطعتك ربما في آخر دقيقة، دعني أستمع لرأي السيد سيدروف، نقطة مهمة أثرتها، يعني هذا يدفعني لسؤالك في آخر دقيقة سيد سيدروف. التأثير الأمريكي الأوحد إن صح التعبير ألم يكرس فكرة ثقلها كقطب واحد، وأن العالم يجب أن يتجه إلى واشنطن في مثل هذه القضايا والقضايا العالمية حتى وإن كانت صورتها سلبية؟ في أقل من دقيقة ماذا تقول؟
أنا أعتقد من السذاجة الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تحقق تحولا من فكرة القطب الواحد إلى التعددية القطبية، ولو بسبب أن روسيا والصين هما تصران على هذه الفكرة وتروجان لها، والأهم من ذلك أن هذه الفكرة تلقى المزيد والمزيد من المؤيدين، وحتى ربما سابقا المترددين الآن أصبحوا عندما يروا وعندما شاهدوا ثمار سياسة الولايات المتحدة الداعمة الكلية لإسرائيل هم اقتنعوا بأن مواقف روسيا ومقرباتها إذا هذا الملف تبدو يعني أكثر إقناعا بالنسبة لهم، وهي ربما سوف تتضامن أو سوف تنضم إلى المعسكر الذي تقودها روسيا والصين. لكن يبقى التأثير الأمريكي هو الأقوى بالنظر إلى هذا التصعيد الأخير في غزة. أشكركم ضيوفي، من موسكو الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف، من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سابقا ديفيد شينكر، من القاهرة مستشار مركز الإهرام للدراسات السياسية الدكتور عماد جاد، شكرا جزيلا لكم.